يلا سابدي. طلاب وياي، هذه المقاومة المتغيرة وهذا المتسعة. لاحقين كلهن في حالة الأوف. مقاومة اللي عندي مثل ما أخذناها قلنا 10 كيلو أوم، أجي أخلي على الواحد، الواحد في 10 هي 10 كيلو أوم، أما البقية كلهن في حالة أوف. أرجع للمتسعة 1%، أجي 1 في 0.01 هي 1%، البقية كلهن أوف. لحجي أربط ربط اللي قلت لكم هو شكله توالي، هذا لح يكون للموجب وهذا لح يكون للسالب، هذا ربطك للتوالي. بالنسبة للأطراف نهايتها لح تكون للفي إن، أي إلمنت للفكشن، للفكشن جنريتر. الفكشن جنريتر لو اجي هسه اشيك ايش عندي بياني، عندي فقط شاشة الفريكونسي، اما شاشة الفولتية ما موجودة، شلون راح استفاد من عندها وشلون اطلع فولتية من خلالها؟ اجي على الاوسكوب انطيه من خلاله راح تطلع عندي فولتية ايش قد هنا. راح اجي اشيك انا ايش قد ناطيها، ناطي 500 حسب القيم اللي اخذتها، اخذت 500 للفريكونسي، هذه ال 500، اجي اشيك الفولتية. صح الساعات. الفولتية من هنا لحبدي اشيكها. مثل ما اشتغلنا بالمختبر سابقا، لاحظ وياي. هذه 500 لحجي اشيك ايش قد الثلاثه اللي انطيتها، اجي من خلال هذه الامبليتيود راح اجهز ثلاثه. قلنا كل ما اربع مثل واحد، واحد اثنين ثلاثه، انا عندي ثلاثه ونص. هذه لو تجي تشيك وياي هي 3.5. ثلاثة ونص لحجي أنا أصفها، حاليا عندي 3.5. انتبه لي طلاب، كم مربع عندي هسه؟ 1 2. الدف ايش قد عندي انا؟ عندي 1، الفولت هذا 1. من اجي اطلع ال 500 اقول 1 على 500 ايش قد راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي 2 ملي سكند، فهي هذه الاثنين. اما اذا اجي احول على الاثنين راح يطلع عندي 1. شيك وياي رسمي، راح تصعد الموجه وتنزل وترجع للصفر، تبدي من الصفر للصفر، من الصفر للواحد هي 1. اما اذا ارجع على الواحد فهذه 2. مثل ما قلت لكم دائما استخدم الواحد بحيث يطلع عندي رسم كامل مثل ما فهمتك بالمحاضرات السابقه. بعد ما شيكت الفولتيه اللي اخذتها 3.5 فولت لحلغي واوصل الفي ان مالتي اللي هو شانل 1 حسب الرسم اللي شفته، الموجب للموجب. والسالب السالب جهز. اي جهزت ال في ان للدائره مالتي لحجي شانل 1
اشوفك الشانل 1 ويا من ويا الموجب ويا السالب مال من مال التجهيز مالتي الفولتيه. هسه لو اجي اشيك اني هو نفسه 3.5. اوكي واضح. حاليا جهزت 500 الفي ان جد عندي 3.5. هسه اجي اشيك اشوف الفي اوت ايش قد لحلق الفي ان، لان الفي ان ثابت مثل ما علمتك بالمحاضرات السابقه. الفي ان ثابت عندي، وين راح اربط الفي اوت؟ الفي اوت راح يكون على المتسعه الموجب والسالب. اجي اشيك الفولتيه ايش قد عندي. هي نفسها 3.5. يعني ايش راح اجي اسجل؟ انه الفي ان ايش قد اخذته؟ اخذته 3.5. الفي اوت ايش قد طلع عندي؟ نفسه 3.5. الجين الربع ايش راح يكون عندي؟ 3.5 على 3.5 يعني ما معناه 1. 20 لوغاريتم هذه عليك نظريا انت طلع لي اياها. راح ارجع انطي 1 كيلو وال 3.5 هي نفسها ثابته، اجي اشيك ايش قد راح يطلع لي. راح اجهز 1 كيلو. هذا الواحد كيلو. اجي اشيك ايش قد صار عندي؟ 1 2 3 ثلاث مربعات يعني 3 فولت. من جهزت 3.5 حصلت على 3 في اوت. الجين ايش قد راح يطلع؟ راح تقسم لي الفي اوت على الفي ان، في اوت على في ان. ونفس الحالة اطلع لي نظريا 20 لوغاريتم في اوت على في ان. راح استخدم الفي ان 3.5، اجي اشيك الفي اوت ايش قد في حالة 2 كيلو. راح انطي 2 كيلو. هذه 2 كيلو. اجي اشيك ايش قد صارت عندي الفولتيه؟ 1 2 وتدريجي قلنا كل تدريجي 0.2 يعني 2.2 2.2. نفس الحاله الجين شلون راح يطلع وال20 لوغاريتم شلون راح تطلع؟ هذا نظريا انت طلع لي. ارجع راح اجهز 3. الثلاثة اقدر اخذها منها ما اقدر اخذها لان 2 كيلو، فراح احول وين؟ على ال 20 كيلو، من خلالها اخذ 3 كيلو. هذه 3 كيلو، اجي اشيك ايش قد صارت عندي الفولتية؟ 1.8 مربع تدريجي تدريجتين 3 4 يعني 1.8 1.8 3.5 نفسها. وقلنا الجين انت طلع. راح ارجع انطي 4 كيلو. هذا ال 4 كيلو وياي مربع وتدريجتين يعني 1.4 1.4 ل 3.5 قلنا ثابتة. ارجع اجهز 5 كيلو. هذا ال 5 كيلو اجي اشيك 1.2 1.2 ل 3.5 قلنا ثابتة. راح انطي 10 كيلو.
هذه العشرة كيلو. أجي أشيك جد لح يطلع عندي 1 2 3 4 خلينا نقول يطلع 0.8. 0.8 في حالة العشرة كيلو. أجي أشيك أنطي 15 كيلو. في حالة ال 15 كيلو لو اجي الاحظ قرب للصفر، فنشوف ايش قد راح يطلع لي تقريبا 0.4. 0.4 في حالة ال 15 كيلو. هذه القيم اللي موجودة عندي، من خلالها راح ارسم شكل اللو باس فلتر وراح اوضح لك اياه على الصبور ان شاء الله. يلا طلاب وياي القيم اللي طلعتها نزلت لك اياها مانع الصبور. في حالة ال 500 طلعت عندي 3.5، قلنا الفولتية ثابتة 3.5 من ال 500 لحد ال 15 كيلو، فما حاعي تدوسها. 3.5 في حالة ال 500 طلع عندي. في حالة ال 1 كيلو سجلناها 3.2، 2 كيلو 2.2، ال 3 كيلو 1.8، ال 4 كيلو 1.4، ال 5 كيلو 1.2، ال 10 كيلو هي 0.8، ال 15 كيلو هي 0.4. لحقي شلون ارسم وياي هنا هذا شكل الرسم مالتي راح يكون فولتيه والفريكونسي مالتي. تقسيماتي شلون كانت؟ من الصفر للواحد هذه عندي تدريجه، للثنيه للثلاثه للثلاثه ونص، لان انا مجهز ايش قد شنت 3.5 فولت بيك تو بيك. في حاله 3.5 جهزت 500 هيرت. ايش قد كان عندي؟ 3.5 بقت 3.5، من جهزت 3.5 بقت 3.5، يعني ما معناه من اجي ارسم راح امشي هنا 3.5 الى ان اوصل ل 500 اتوقف. هاي النقطة هاي تجهيز ال 500، راح اخذ ال 1 كيلو. ال 1 كيلو ايش قد عندي؟ 3.2. قلنا كم تدريجة من الثلاثة للخمسة للأربعة هي اربع تدريجات خمس تدريجات، فاجي هنا 3.2 هذه 3.2 اخذ امتداد دائما لحد الواحد كيلو تقريبا هنا، فراح يبدي ينزل الكيرف مالتي لحد 3.2 وياي. راح اجي اشيك ال 2 كيلو، ال 2 كيلو ايش قد كانت؟ 2.2. اجي هذه ال 2 وهذه ال 2.2 امتدادها المن لل 2 كيلو، ال 2 كيلو هذا امتداده. اجي 2.2 هو هذا، يعني راح ينزل عندي ارسم وين هذا الكيرف راح ينزل بهالصيغه هذه. اجي اشيك ال 3 كيلو، ال 3 كيلو ايش قد عندي؟ 1.8. هذه الاثنين هذه 1.8 امتداده هو هذا ويا من؟ ويا الثلاثة. هذا امتداده راح يكون، فمن وصلت لهنا راح يبدي وين ينزل؟ راح ينزل بهالشكل هذا. ارجع وين؟ لل 4 كيلو 1.4 1.4، يعني تدريجه ثانيه. فامتدادها راح يكون وين؟ لحد ال 4 كيلو امتدادها هو 1.2، راح يكون بهالشكل هذا. وين وصلنا؟ 5 كيلو، 5 كيلو ايش قد كان؟ 1.2 1.2 امتداد ال 1.2 هو هذا. اذا ارسمي وين وصل لهالنقطة. ارجع وين؟ لل 10 كيلو 0.8 0.8، يعني هذا واحد وهذا 0.8. في حالة ال 10 كيلو اللي هي هذه، يعني هتكون هنا فرسمي راح يكون بهالصيغة هذه. واضح؟ راح ارجع وين لل 15 كيلو؟
هذا 15 كيلو، 15 كيلو قد كان عندي 0.4، يعني كم تدريجة؟ وحدة اثنين، وين ألقيها؟ بال 15. خلينا نقول هاي وحدة هاي اثنين، يعني رسمي وين راح ينزل؟ راح يوصل لهاي النقطة. واضح؟ هسه من اجي اقول لو باص فلتر هو هذا لو باص فلتر اللي بدا من 3.5 وراح يبدي يتناقص الى ان وصل 0.4. واضح هذا الشكل؟ بالنسبه للتقسيمات طلاب، تقسيماتي هاي تقسيمات يسموها تقسيمات لوغاريتمية. ليش اشتغلنا على هذا الاساس؟ بحيث يبين عندي رسمي لو اجي الاحظ الكيرف هذا بين انه من الصفر لحد ال 500 هو ثابت 3.5، لحد هاي النقطه هو ثابت كان 3.5. من بعدها تقسيماتي اريد بها الصيغه هذه، انتم ما عندكم تقسيمات لوغاريتميه، عندكم التقسيم اللي موجود على الورقه البيانيه، حاول وياي تكون شلون انا قسمت؟ قسم بهالصيغه هذه. من ال 500 انطيت مسافه تقريبا نقطتين او مربعين للواحد، من بعدها اخذت مربع مربع وانا ماشي، واحد اثنين ثلاثه الى ان وصل لل 15 كيلو. واضح؟ هذه بالنسبه لتجربه اليوم. ان شاء الله وفينا بيها، وان شاء الله وفقتكم بالصيغه اللي تحبوها. وفي حاله اي مشكله واي سؤال حاول تتصل بينا من خلال الكلاس روم، وان شاء الله نكون احنا عند حسن ظنكم. وشكرا.